سلامتكم مع سلامتكم في قناة حنا بعض قزينا ربي ترنج القفة قزينا ربي رصوصة وإحنا قزينا ربي رصوصة يجيني شكون من ترنج قفة تستوب عبد الحميد كنت فكرتو عبد الحميد اللي طلعني لكل عائلة هذيك المرأة اللي تعب ربي فرج عليها ورجلها وبنتهم بثينة اللي قايمة بهم نقع قدام القناة شتعمل قد عبد الحميد شتعمل أنا جيتك لهنايا أنا تعديت في البرنامج تعديت في الحلقة متاع تستور يا أخي يا أخي منقدونيش المجتمع مرحمنيش أش بيه المجتمع؟ مجتمع عيرني بك الحكاية لأربعين دينار دخديت بيخان فكروا ملا عبد الحميد يخدم بناء على أول ما مروان كنت فكرش على أول ما دخلنا التستور قال لي مستعد نمنك نهاري هكا بالضبط ونهز ندلكم على عائلة راهي تستحق وتستحق تستحق كملت كلمته كي كلمته قلت له نهارك بقديش قلت لي بخمسين ألف ما ديت له قلت له هاهم نهاري خذيهم رجع لي ستين ألف أي يا أخي علاش ما رحمكش شنو اللي فيه بالعكس أنت كبرت في عيني بالعكس عاونتني ودليتنا على الخير ودليتنا على العائلة تستحق شنو اللي صار أنا جيت من تستور مش رد ل 40 دينار مش رد ل 40 دينار 40 دينار هيا سدي أختي هذه ل 40 دينار هذه رحمة أم صالحة سدي وذي محمد بالعكس محمد وذي لا اله محمد رسول الله 10000 من عند من مدام نتاعي رحمة أمها انت وين تخدم بني الحمد لله تخدم بني هكا ولا الحمد لله علاه هذوما الكل وعلاش ترجع سامحني انا مش نعاون لا مش نعاون خاطر علاه حق عيروني وش نقول لك عيروني انت ما دليتنا كان على الخير انت ما عملت كان الخير وحتى رجعت الفلوس وكلفت روحك وترانسبور وكل رجع ل 40000 وزاد عطاه 50000 الله يرحمهم وينعمهم تعيش ترحم ما عندي ما نقول لك عبد يرحم والديك ما عندك ما يرحم والديك رمضان كلف روح وجاء ربي معك يا عبد الحميد عايشك يرحم ربي معك ويرحم والديك انت عايشك عبد الحميد ويرحم والدين القناه اللي وصلتني صوتي راني مش طماع وراني حتى ومسحق حتى حد الحمد لله بذراعي ما نسحق حتى لحد يا ربي ملك الحمد